اليوم إن شاء الله سأقدم لكم خلطة رائعة جدا لتزيلي تجاعيد وجهك بأقل من 5 أيام بخلطة فورية لشد الوجه والتخلص من التجاعيد العميقة وكذلك الدقيقة. فعادة ما نصاب بالتجاعيد بسبب التقدم بالعمر، فتصبح البشرة أقل مرونة وأكثر هشاشة، كما أن انخفاض إنتاج الزيوت الطبيعية والدهون تحت الجلد يؤدي إلى جفاف البشرة ويجعل التجاعيد والخطوط تبدو أكثر وضوحا. التعرض أيضا لأشعة الشمس فوق البنفسجية فهي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وظهور التجاعيد في وقت مبكر، بالإضافة إلى فقدان قوة ومرونة البشرة وترهلها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تلك الأشعة تدمر النسيج الضام والكولاجين والإيلاستين في طبقات البشرة. التدخين أيضا يسبب تغيرات بإمداد البشرة بالدم مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والإصابة بالشيخوخة المبكرة بالبشرة، وكذلك تكرار تعابير الوجه التي تشمل الابتسام أو التحديق وتعابير الوجه والحركات الأخرى التي تسبب ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. اليوم سأشارك معكم خلطة طبيعية مجربة 100% ستخلصك من مشكل التجاعيد نهائيا، كما ستقوم بشد وجهك بشكل جيد. سنحتاج إلى بذور الكتان المطحونة، فبذور الكتان تحارب التجاعيد في البشرة مما يجعل بشرتك تبدو أكثر شبابا ونضارة، كما يمنحك ماسك بذور الكتان الترطيب للبشرة الجافة ويمنحها نعومة فائقة من خلال إزالة الخلايا الميتة من الجلد. الموز يعد البديل الطبيعي الآمن والفعال للبوتوكس في القضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويعمل على ملء الخطوط الدقيقة ليبدو الجلد أكثر شبابا، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، زيادة على تفتيح لون البشرة والتخلص من البقع البنية وإكساب الجلد توهج وحيوية. وسنحتاج كذلك إلى الزبادي الطبيعي الخالي من السكر أو الياغورت الطبيعي الخالي من السكر. فلست بحاجة إلى علاجات باهظة الثمن لعلاج مشاكل البشرة والتجاعيد، لأن الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك وهو أحد المكونات الداخلة في الأقنعة الكيميائية، والزبادي أيضا يعمل على إزالة الطبقات الخارجية من الجلد برقة، حيث أن هذه الطبقات الخارجية تعمل على إظهار العيوب والبقع، لكن الزبادي سيعمل على تداركها، وهو أيضا يعمل على إزالة التجاعيد وشد الوجه بسرعة. إذن على بركة الله، أول شيء سنقوم به هو هرس قطعة الموز جيدا إلى أن نحصل على عجينة لينة، بعد ذلك نضيف إليها ملعقتين صغيرتين من بذور الكتان المطحونة وملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر أو الياغورت الطبيعي الخالي من السكر. ندمج كل عناصر خلطة التخلص من التجاعيد، ثم نفردها على الوجه ونتركها لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك نشطف الوجه جيدا بالماء الدافئ وبعد ذلك بالماء البارد، ونمرر قطعة حليب مثلجة أو قطعة ماء ورد مثلجة على الوجه، وهكذا يوميا إلى أن تختفي التجاعيد. وأضمن لك ظهور النتائج بعد 5 أيام فقط من الاستعمال، لكن داومي عليها إلى أن تحصلي على النتيجة المرجوة. يمكن الاحتفاظ بخلطة إزالة التجاعيد هذه في الثلاجة في علبة زجاجية مغلقة لمدة 3 أيام فقط، ثم أعيدي عملها من جديد. أتمنى أن تنال إعجابكم خلطة التخلص من التجاعيد هذه وأن تجربوها بالتأكيد. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في خلطة قادمة بإذن الله.